بعد اطلاعي على العديد من أسئلة امتحانات القبول، أدركت أن هناك الكثير من المسائل التي تتطلب منك أن تعرف العديد من الأمور. إذن هذا ما سأقوم بتغطيته في هذا العرض. واحدة من هذه الأشياء التي يتوقع منك معرفتها وما سنفعله هو أن نأتي بعلاقة بين القطع المخروطي وخط التماس، وهنا سنركز على القطع الزائد بالذات، ولقد قمنا بهذا في مسألة سابقة لكن لم يكن بشكل عام. فلنفترض الآن أن لدينا قطع زائد مفتوح لليمين، فستكون لدينا المعادلة x تربيع على a تربيع ناقص y تربيع على b تربيع يساوي 1. وإذا أردت رسم القطع الزائد هذا فسيبدو هكذا، هذا محور x وهذا محور y وهو مفتوح لليمين. أظن أنه يمكنني الرسم نصف سفلي مفتوح لليمين ومفتوح لليسار، هذه النقطة هي y تساوي 0، وهذه النقطة a فاصلة 0، وهذه هنا ناقص a فاصلة 0. وما أود فعله هو إيجاد علاقة بين هؤلاء a و b ومعادلة خط التماس. لنفترض أن لدي خط تماس ويبدو هكذا، حيث أنه يشكل تماسا مع هذه النقطة فقط فسيبدو هكذا، سأرسمه بشكل أفضل هكذا. ستكون معادلة خط التماس هي y تساوي mx، حيث أن m هو الميل، زائد بدلا من أن نقول أن b هي نقطة قطع محور العينات فقد استخدمناها هنا في معادلة القطع الزائد، لذا دعوني أسميها هنا C. إذن C ستكون نقطة قطع محور العينات أو Y intercept. لنرى إذا كان يمكننا أن نأتي بعلاقة بين M و C و A و B، وقد قمنا باستخدامها مسبقا في مسائل سابقة. في الواقع يمكنك أن تحفظ الصيغ حتى تقوم بحل المسائل، لكن الحفظ طريقة خاطئة فيمكن أن تحفظها بشكل خاطئ، ويمكنك في الواقع أن تفهم ماذا تعني هذه الصيغ بالضبط، لكن إذا تقدمت للامتحان فأنا أقدر الوقت الذي يعطونه لتلك المسائل، حيث إذا أردت أن تثبت الأساسيات الأولى فلا يكون بإمكانك إثباتهم بسهولة أو بسرعة. دعوني أحاول الآن الحصول على العلاقة وأتوقف عن الحديث الجانبي الآن. لنرى الآن أين نقطة التقاطع، حيث أنهما سيتقاطعان في نقطة واحدة فقط. إذن ما سأقوم به الآن هو إيجاد y تربيع، يمكننا هنا أن نضرب طرفي المعادلة b ناقص b تربيع، ونحصل على ناقص b تربيع على a تربيع x تربيع زائد y تربيع يساوي ناقص b تربيع. ومن ثم الآن نقوم بإضافة هذا لطرفي المعادلة، فنحصل على y تربيع يساوي b تربيع على a تربيع x تربيع ناقص b تربيع. لقد أعدت كتابة معادلة القطع الزائد، ودعونا أيضا نكتب هذه من منظور y تربيع حتى نجعلها متساوية. إذن هنا باللون الأصفر إذا قمنا بتربيع الطرفين سنحصل على y تربيع يساوي m تربيع x تربيع زائد 2 ضرب ناتج هاتان العبارتان زائد 2 m c x زائد c تربيع، ولكي يتقاطعا سيكونان في نفس الموقع، لذا سنضع y تربيع هذه تساوي y تربيع هذا. إذن يمكننا إيجاد x، ويوجد عدة متغيرات يمكن من خلالها إيجاد العلاقة بين a و b و m و c. إذن يوجد نقطة تقاطع واحدة والتي من خلال التعريف تكون نقطة التماس. إذن لنقوم بهذا، لدينا m تربيع x تربيع زائد 2 m c x زائد c تربيع، هذا يساوي b تربيع على a تربيع x تربيع ناقص b تربيع. وقد قمت بحل مثال مشابه في عرض سابق، لكن هنا سأقوم فقط بالتركيز على الحالات العامة. إذن دعونا نكتب هذه بصورة معادلة تربيعية، فإذا قمت بطرح هذا من كلا الطرفين سنحصل على m تربيع ناقص
بي تربيع على اي تربيع ضرب اكس تربيع. لقد أخذت هذه العبارة وهذه، ومن ثم لدينا زائد 2 ام سي اكس زائد سي تربيع. إذن هنا زائد سي تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع وزائد بي تربيع. الآن من أجل الحصول على حل واحد للمعادلة، دعوني أكتب أنها تساوي صفر حتى يكون للمعادلة حل واحد. فنحن نقوم بحل معادلة تربيعية، إذن هنا تساوي صفر، وهذه مختلفة تماما، هنا ناقص بي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لبي تربيع ناقص 4AC على 2A. سيكون لدينا حل واحد فقط لهذا، والشيء الفارق هنا أنها تساوي صفر، إذا بي تربيع ناقص AC تساوي صفر، وإذا لدينا حل واحد هو ناقص بي على 2A. إذا في هذه الحالة خط التماس سيكون له حل واحد، أي X واحدة ستتناسب مع هذه المعادلة. في هذه الصيغة التربيعية بي تربيع ناقص 4AC يجب أن تساوي صفر، هذه قيم مختلفة لبي وسي وA. هنا البي هو هذا الموجود هنا معامل X، نربع هذا فيعادل 4M تربيع. إذا تربيع هذه العبارة هو 4M تربيع C تربيع ناقص 4 ضرب A، حيث أن A عبارة عن كل هذا المقدار. دعونا الآن نبسطها وسأجعل هذا موجب، ومن ثم أضرب هذا بإشارة سالبة. إذا أضع هنا موجب 4 ضرب ب تربيع على A تربيع ناقص M تربيع. C هي هذه العبارة هنا، C تربيع زائد B تربيع، وهذا المقدار كله سيساوي صفر إذا كان هذا الخط هو التماس، وإذا كان لدينا حل واحد فقط. أول ما يمكن فعله هو تبسيط هذا، فيمكن أن نقسم طرفي المعادلة على 4، وعند القيام بهذا سأقوم بهذا باللون الأسود، ستصبح هذه واحد وهذه أيضا يمكن تجاهلها، وبهذا قمنا بتبسيط المعادلة قليلا. الآن سأضرب الجزء الثاني، بي تربيع على اي تربيع ضرب سي تربيع يساوي بي تربيع سي تربيع على اي تربيع، وبي تربيع على اي تربيع ضرب بي تربيع هنا يساوي زائد بي للقوة 4 على اي تربيع ناقص ام تربيع ضرب سي تربيع، وسأفعلها بلون مختلف، ناقص ام تربيع سي تربيع وناقص ام تربيع بي تربيع يساوي صفر. اذا يساوي صفر، ولدينا هنا ام تربيع سي تربيع، ولحسن حظنا ان هذه ستحذف مع هذه، وماذا يتبقى لدينا اذا؟ الان كل عبارة هنا يمكننا قسمتها على بي تربيع، اذا لنقسم كل شيء على بي تربيع، بالتالي هذه تصبح واحد وهذه تصبح بي تربيع وهذه تصبح واحد. الآن لنضرب كل شيء بـ A تربيع، ذلك حتى نتخلص من الكسور، فتصبح هذه العبارة C تربيع، وهذه تصبح B تربيع، ومن ثم كل ما تبقى لدينا C تربيع زائد B تربيع ناقص A تربيع ناقص A تربيع M تربيع يساوي صفر. أو يمكن إضافة هذا لطرفي المعادلة ونحصل على C تربيع زائد B تربيع يساوي A تربيع M تربيع، A تربيع M تربيع. وما نحتاجه هنا هو أن لدينا علاقة بسيطة، فإذا عرفنا الخط أو إذا عرفنا معادلة الخط هنا، أي قيمتي M و C في هذه المعادلة،
سيكون لدينا علاقة مثيرة للاهتمام بين A و B، وإذا عرفنا ما هما A و B فسيكون لدينا علاقة مثيرة للاهتمام لمعادلة الخط. وإذا كان لدينا قيود أخرى فيمكننا أن نحلها باستخدام هذا. يمكن أن نأخذ الحل ونستخدمه في المسألة التالية التي سنقوم بحلها.